اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل مع بعض شوربه الجمبري بطريقه سهله جدا وبسيطه، بس مش هنعمل الشوربه من الجمبري، هنعملها من قشور الجمبري. قشور الجمبري دي بنعمل منه احلى شوربه، بتبقى حلوه قوي، ما بنستخدمها لرز السمك او رز الجمبري، او بنستخدمها كمان للملوخيه بالجمبري، وبنعمل منها شوربه السيفود، بتبقى شوربه السيفود طعمها حلو قوي لما بستخدم الشوربه ديت. طيب علشان تطلع معايا الشوربه طعمها حلو قوي، بستخدم قشر الجمبري، بس الجمبري طبعا لما بنجيبه بنغسله، بعد ما بقشر الجمبري القشر دوت ما بغسلوش تاني علشان خاطر يبقى فيه طعم الجمبري ويديني شوربه طعمها حلو قوي. بس اهم حاجه ان انا بكون غسله الجمبري كويس الاول، بعد كده بقشره وباخد منه القشور. الرز زي ما انتم شايفين اهو القشر العادي بتاع الجمبري. طيب هستخدم ايه عشان تديني شوربه طعمها حلو قوي؟ معاها هستخدم ملح، جنزبيل، لو عندنا جنزبيل الفريش يبقى افضل، ما عندناش خلاص، وكرفس. الكرفس دوت برضو انا ما عنديش، بس مش فارقه يعني، بس لو عندكم بتضيفوه. وورق لوري وكمون وفلفل اسمر وجزر وثوم وبصل. تعالوا نشوف هنعملها ازاي وتطلع معانا احلى شوربه جمبري. حله ومشغله عليها النار، هنزل بمعلقتين ثلاثة من الزيت اهو زي ما احنا شايفين كده، كويس قوي الزيت يسخن. اول ما الزيت ابتدى يسخن كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هننزل بقشور الجمبري. ونبتدي نقلب اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا قشور الجمبري اديتنا اللون، اتغير للاورنج كده، تمام. هبتدي انزل بالخضار، الجزر والبصل والثوم. ونقلب برضو هي سهلة في التقدير، ريحتها طلعت حلوة قوي. وهننزل بورق اللوري والفلفل الأسمر والكمون والجنزبيل. الملح ونبتدي نقلب. هنشوح كويس الخضار مع القشر كده مع التوابل زي ما احنا شايفين، ريحتها طالعه حلوه قوي. وزي ما قلت لكم لو عندنا كرفس بنحط، للاسف انا ما عنديش، بس مش فارقه يعني. وما ننشفش الميه قوي اللي هي بتاعه الجمبري من الحله، يكون فيها ميه بسيط، وننزل بالميه. ليه؟ علشان انا مش عايزه الخضار بتاعي لونه يتغير ولا لونه يصفر كده ولا يتحرق ولا حاجه خالص. انا مجرد بس بيدبل وانزل بالميه عشان يديني طعم حلو. انا مش حابه اي حاجه من دي تتحمر من الخضار. او زي ما احنا شايفين الخضار ابتدى
يدبل معايا ولسه في ميه في الحله، هنزل بميه سخنه، بميه سخنه هسيبها تغلي معايا، هزود طبعا ميه تاني اهي بالشكل ده، هزود ميه تغطي القشر لان احنا محتاجين الشوربه، فطبعا هزود ميه كتير عشان ناخد منها كميه شوربه حلوه. بوطي عليها النار وبسيبها حوالي زي ساعة الا ربع كده تغلي مع نفسها، وهتاخدوا منها احلى شوربة يتعمل بيها السيفود او الملوخية او الرز، او امشوا بنفس الخطوات ديت بس وهتطلع معاكم شوربة حلوة قوي. هوطي عليها النار وغطيها ونسيبها اهو بالشكل ده، ونوطي النار ونسيبها تغلي مع نفسها. كده الشوربة جهزت معايا زي ما احنا شايفين، ريحتها حلوة قوي، واحلى شوربة قشور جمبري، طعمها بيكون حلو زي ما قلتلكم. هنبتدي اطفي عليها ونصفيها. كده بعد ما صفيت شوربة الجمبري زي ما انتوا شايفين حلوة قوي، دقتها طعمها جميل جدا وريحتها كمان حلوة. اعملوا بيها احلى رز جمبري واحلى رز سمك، كمان نعمل منها الملوخية، ملوخية الجمبري، ونعمل احلى شوربة سيفود، شوربة السيفود اللي بنشربها برا بنقول طعمها مختلف عن بتاعة البيت. بيعملوها من قشر الجمبري، بيسلقوه زي ما احنا شايفين كده، بياخدوا الشوربة يعملوا منها السيفود، بتبقى حلوة قوي، بتدي طعم حلو وريحة حلوة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. انا طبعا كنت سلقة 2 من الجمبري عشان احطهم كده شكل جمالي للطبق. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتكم على اليوتيوب. اقول لكم سلام، وانتظروا مني فيديو جديد.